مساء الخير أبو بدر. الآن الإعلام الأزرقني يقول إنها غيرة من لاعب الهلال، بينما كانت مباراة على البليهي أمام النصر كان تعصب وكان همجية وكان، والآن غيرة على نادي الهلال. إلى متى أيها الإعلام الأزرقني؟ أبو بدر، تحياتي لك وللأخوة اللي معك. سؤالي للأخ ماجد الفهمي، ما حدث في مباراة الطائرة بين الفيصل والهلال؟ هل ينطبق على المثل اللي يقول هو واحدة بواحدة والبادي أظلم، ولا ينطبق المثل اللي يقول حلال لهم وحرام على غيرهم؟ عبد الله، مساك بكل خير ابو بدر، حييك وحيي ضيوفك الكرام. سؤال، ايش رايك في اللي صار اليوم ما بين الفيصلي والهلال كرة الطائرة؟ اتمنى اسمع ردك. يا الحريري، الله لا يحطني في موقفك. اول شيء انت من اكبر المادحين لحركة البيرق، وانت اللي مسميها بهذا الاسم. فالان وش وضعك؟ هل تستنكرها وتستنكر على صاحب البيرق الحركة برغم انه سواها في ملعب النادي الاخر، واليوم صارت الحركة من قبل الفيصلي في لعبة الطائرة في ملعب تبع هيئة الرياضة؟ لكن ماني عارف، أبغى أعرف موقفك الآن كيف، مع أني شفت بداية الحلقة، لكن عطني أمورك. يا أخي سامي الحريري، هذا مشاكل كثيرة. بس حلو أنه صار يستخدم مفردة البيرق، يعني زي ما صاروا يستخدمون مفردة الجحفلة سابقا، اليوم اخذوا مني مفرط البيرق اصبحوا يردونه. اما بخصوص اللاعب فتحدثت بانه اللاعب مخطئ، وذكرت اكثر من مره بان اللاعب مخطئ وان الحركه غير مستفزه. فما ادري انتم هل شاهدتوا بدايه الحلقه او انكم جيتوا النص؟ لاعب غير مخطئ، هي لاعب الفيصل غير مخطئ، انا اشوف حركته عاديه جدا وما فيها اي شيء مستفز، ولاعب الهلال هو المخطئ.